أستاذ أحمد الموجي، هو مدون في أوركسترا الحفل. أهلا بك يا أستاذ أحمد. اهلا بحضرتك استاذ اسحاق. أولا مبروك وفخورين جدا باللي قدمتوه وعملتوه. لو حضرتك تقول لنا بقى برضو كواليس هذا العمل الجميل واللي تم يعني واللي حضرتك شاركت فيه بشكل مميز يعني. ألف شكر على التقديمة الجميلة دي، أشكرك، ويعني بشكرك على التقدير طبعا. الكواليس تمت ازاي؟ والله بص حضرتك، يعني هو في يوم كده لقيت مايسترو نادر عباسي بعت لي تراك وبيسمعني، ففاكر ان هو بعت لي حاجه عاديه كده باخد رايي فيها، يعني اللي هو يعني بنبعت لبعض حاجات احيانا وبنسمعها. ف قلت له ايه ده؟ مين اللي عامل كده؟ ومعمول عشان ايه؟ فقال لي ده هشام نزيه، وهتتعمل ان شاء الله لافتتاح متحف الخبر. قلت حلوه جدا وشكلها جميل جدا، يعني شكلها الموسيقي حاجه مميزه. أي. وطيب هنعمل فيها ايه؟ قال لي هتكتبها اوركسترا وبتاع. قلت له تمام مش مشكله، يعني تعاملت معها لانها يعني عمل موسيقي عادي وخلاص. ما كنتش عارف الحجم ولا الضجه يعني اللي هتكون حوالين العمل ده. بدات شغل عادي، وبعدين قال لي احنا عايزينك كمان معانا في تدريب الكورال. قلت له ماشي. طبعا ارتبكت جدا من جوايا، بس يعني ما اظهرتش ده، لكن قلت اتحمل المسؤوليه دي وخدتها فعلا. وتعرفت على الاستاذ ريمون فعلا، يعني هو قد ايه هو راجل فنان جدا ومنضبط جدا ومثقف جدا، وهو باحث كمان. يعني الصدفه كمان ان هو باحث في الصلوات والترانيم المصرية القديمة. وكان مفيد جدا جدا فعلا في المشروع ده، لان هو اللي اكتشف وهو اللي ادالنا النص اللي تم اداؤه في الحفل. وفعلا اجتمعنا وبدانا نعمل بروفات. الكلام ده كان شهر اكتوبر اللي فات 2020، وبعدين المشروع وقف شويه، وبعدين كذا مره حصل تاجيل، بعدين رجعنا تاني من 10 ايام. حصلت بروفات مكثفة، والحمد لله يعني حققنا نتيجة كويسة جدا. هو تكامل العمل يا أستاذ أحمد، يعني لكل واحد ليه دور، وأنا أعتقد حتى الانطباع أو رد الفعل اللي وصفه أستاذ ريمون واللي وصفته حضرتك بمجرد سماعكم اللحن، فيعني حالة الانبهار اللي حصلت، إيه الجمال بتاع اللحن ده، ونركب عليه كمان كلمات فرعونية، يعني أعتقد الخلطة، يعني أقول خلطة سرية اللي حصلت دي هي سر الجمال. يعني أنا ببارك لحضرتك مرة تانية، وبنبارك برضو مرة تانية للمصريين، لأنه نجاح للمصريين كلهم. شكرا لحضرتك أستاذ أحمد. شكرا لحضرتك جدا، نورتنا.